الحباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا رب الكريم. الحاجه فضيله جات تهضر معاكم شي شويه. جمعت شعري هاد الجمعه، المهم مره تنجمع شعري هاد الجمعه، تتعجبني هاد الجمعه مره. ما علينا، نهضروا في الموضوع المهم. المهم يكون فيديو خفيف ظريف، سميتو بالنسبه للاو ام اس، اورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي. اورغانيزاسيون مونديال دو سونتي طلبت من الحكومه الفرنسيه وطلبت من الصحه، هي هذيك لا هوت اوتوريتي دو سونتي، وطلبت على اساس انها بغاتهم يعطوها احصائيات ويعطوها معلومات من البدايه تاع الكوفيد اللي بدا لغايه لهاد الوقيته. المهم بالنسبه للفيروس وبالنسبه لي فاريون وبالنسبه لهادشي، المهم بغات ارقام، بغات سميتو، بغات معلومات، المعلومات على قبليه الفيروس من بدا. المنظمه العالميه للصحه او ام اس من حقها تطلب اي حاجه من اي دوله باش تعرف اش كاين واش جاري واش طاري، باش تشوف التطور تاع الفيروس وتشوف التطور تاع سميتو، تشوف التطور تاع الحاله الصحيه اي بلاد. المهم مره تطلب احصائيات وداكشي. المهم من بدات سميتو، من بدات جريحة كورونا، من بدات مع عمرها ما طلبت الإحصائيات. المهم كانت غير تعطي تعليمات وتشرح شي حويجات وتتحاول أنها تهضر في شحال من حاجة، ولكن هاد المرة سميتو أو إم إس طلبت إحصائيات ومعلومات باش تعرف الجاري واش طاري. باش سميتو المشكلة على أن هادشي اللي طلبته الأو إم إس، طلبت بالنسبة للفيروس وطلبت بالنسبة لي فاريون اللي سوش تاع الفيروس، لي فاريون اونغلي و سود افريكان والبرازيليان. المهم طلبت على اساس انها بغات كلشي من ا زد، حاجه اللي خلقت واحد المشكل كبير وخلقت واحد ديبا، يعني واحد سميتو واحد الهضره، يعني حوارات بالنسبه كاع. قالوا بان واخا طلب بغات هادشي، واخا بغات الاحصائيات وبغات تشوف سميتو التطور تاع الفيروس لا بالنسبه للكوفيد ولا بالنسبه للفاريون اونغلي وبريتانيك وهادشي، لا يغيروا في الامر شيئا، يعني ما تيغير حتى شي حاجه. يعني واخا بغات هادشي، واش كاينه شي حاجه شي معنى؟ المهم الاطباء قالوا وتا الناس اللي في ليزيتابليسمون مؤسسات صحيه، واخا باغا هادشي، واش هادي قالوا واش وقيته باش نعطوها الاحصائيات؟ احنا عطيناها الاحصائيات وحنا عطيناها المعلومات، واش يغير شي حاجه في المجار تاع الوباء؟ واش يكون واحد شي حاجه في هادشي؟ ما يكون حتى شي حاجه. يعني هادشي اللي بغاته او ام اس كما قالوا ماشي وقيته، لانه خا عطينا الاحصائيات وحنا طيعطوها الاحصائيات، ولكن بهاد الطريقه اللي طلبت بها الاحصائيات او ام اس بواحد الطريقه كونسونتري مركزه باش تعرف الجاري والشاري. كيما شتو من كانت واحد الوقيته او ام اس اللجنه تاع منظمه الصحه العالميه كانت مشات سميتو شينوا، من جال سميتو من جال فيروس هذيك المدينه اوران وقيل سميتها اوران، كانت مشات، ولكن راه من دخلت البلاد تاع الشينوا اصلا داروا واحد الحجر صحي سبع ايام ولا قدرت 14 يوم، ومشاو وطلعوا في سميتو في الطوبيسات، وكانوا يعني واحد المراقبه مشدده، ودخلوا لهذيك البلاصه وداروا فيها. المهم هذه المنظمه العالميه للصحه راه فيها كل الجنسيات ومن حقهم يمشوا، ولكن الدوله تتوجد لهم الطريقه باش هيشوفوا واش يديروا واش يفعلوا واش يتركوا كما تنقولوا. المهم في هذا الفيديو غير بغيت نقول لكم على ان او ام اس بغات دير احصائيات، طلبت من فرنسا الاحصائيات وهذا الشيء. المهم وشي وحدين قالوا هذا الشيء اصلا واخا نعطوها الاحصائيات لا يغيروا شيئا، يعني واخا نعطوها هذا الشيء كله اللي بغات ما يغير حتى شي حاجه، هذا الشيء ماشي وقته.
المهم كان تقريبا واحد النهار كله تاع المناقشه تاع هاد القضيه هادشي تاع الاو ام اس. هضروا بزاف على او ام اس وسميتو والمطالب تاعها حاجه اللي ما جاتش في وقيتها. قال لك ماشي في وقيتها كما تنقولوا. المهم هادشي اللي كان في هذا فيديو خفيف ظريف. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. الله ييسر والله يعاونكم والله يكبر بيكم. المهم نمشي نحاول واقيلا نمشي نقاد شي شويه وجهي. المهم واخا تبعد نوات ما تنبغيش نقادو تعجبني بحال هكذا. المهم ما دايره حتى حاجه، دايره غير واحد العكر باش ما نبانش ثاني زرقاء. المهم تهلاو فراسكم، نهاركم زين، نهاركم مبروك احبابي احباباتي الاحباب. خرجتكم معايا، الجو كان خزال، الجو كان زوين، خرجنا مشينا لابلاج، ضربنا واحد الدويره. المهم هذا المقطع زدته على الفيديو بيتكم تتوما كما تنقولوا تشوفوا هذا المنظر زوين تاع لابلاج. ممكن شي وحدين ساكنين حدا لابلاج وكاينين شي وحدين ما تيشوفوش لابلاج غير مره. المهم هادشي اللي كاين، دويره خفيفه حدا لابلاج. خليت لكم الصحة والراحة والعافية وكل محبة وكل خير. الله ييسر الجميع والله يعاون الجميع بالصحة والسلامة يا رب الكريم.